بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. الحديث في هذه الليلة عن شخصية قرآنية عرفت الله عز وجل في الشدة والرخاء والسراء والضراء والعسر واليسر، وكانت من خير عباد الله عز وجل في تحقيق العبودية لله تعالى، ما أخلت بالعهد والميثاق طرفة عين. ذلكم هو نبي الله يونس ابن متى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد سمى الله عز وجل سورة كاملة في القرآن باسمه، وذكر خبره في أربعة مواضع: في سورة يونس، وفي سورة الأنبياء، وفي سورة الصافات، وفي سورة القلم. أما في هذه السورة، في سورة يونس، يقول الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى أهل نينوى بالموصل في العراق، دعاهم إلى الله عز وجل، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، ولبث فيهم ما شاء الله له أن يمكث، لكنهم عاندوه وكفروا به وتمردوا على دعوته وأبوا أن ينقادوا لأمر الله، فخرج منهم مغاضباً بعد أن وعدهم بأن ينزل الله بهم العذاب بعد ثلاث. فلما خرج عنهم ندموا على ما كان منهم، وقد أيقنوا بأن العذاب نازل لا محالة. حينها ألقى الله في قلوبهم التوبة والإنابة، فلبسوا المسوح وخرجوا إلى الصعدات ومعهم دوابهم وبهائمهم ونساؤهم وصغارهم، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، وجأروا إلى الله عز وجل بالتوبة والبكاء، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وفصلانها، كلهم ضجوا إلى الله عز وجل، فتاب الله عليهم وكشف عنهم العذاب. يقول سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي لم تكن هناك قرية كفرت برسولها ثم لما عاينت العذاب آمنت فنفعها إيمانها، هذا لم يحصل. كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. إلا قوم يونس، هذا هو الاستثناء الوحيد. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وعذاب الخزي يتنوع كما قال ربنا: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقد اختلف المفسرون هل قد كشف الله عنهم عذاب الآخرة أيضاً أم أن النجاة من عذاب الدنيا فقط. يقول ابن كثير رحمه الله: والأول أظهر، أي أن الله عز وجل كشف عنهم عذاب الدنيا والآخرة، بدليل قوله سبحانه: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، لا ينافي تمتيعهم إلى حين أن الله عز وجل كشف عنهم عذاب الآخرة بسبب إيمانهم. وفي سورة الأنبياء يقول الله عز وجل: وذنوني، وذنون، والنون هو الحوت، وذنوني أي يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضباً، أي مغاضباً لقومه وكارهاً للبقاء بينهم،
فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه أبدا. يونس ما يمكن أن يظن بأن الله عز وجل ما له قدرة على إيقاع الضر به، معاذ الله. فكل مؤمن فضلا عن الأنبياء ذوي المقامات الرفيعة يوقن أن الله على كل شيء قدير، وأنه يقول للشيء كن فيكون. فظن أن لن نقدر، لن نضيق، كما قال سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله. فالقدر بمعنى التضييق، ومنه سميت ليلة القدر ليلة القدر، قالوا لأن الملائكة تتنزل وتملأ فجاج الأرض حتى تضيق بهم السكك، ولذلك سميت ليلة القدر أي ليلة التضييق، تضييق في الأرض. فظن أن لن نقدر، أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يدعو بها مسلم في أمر قط إلا استجاب الله له، لأن الله قال: وكذلك ننجي المؤمنين، ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك يا مسلم، إذا أصابك كرب أو أحاط بك هم أو نزلت بك قارعة، فاجأر إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فما أسرع الفرج بإذن الله. يقول الله عز وجل في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق أي هرب، خرج من بين قومه وذهب عليه الصلاة والسلام وركب سفينة من السفن فثقلت حمولتها حتى عاينوا الهلاك، قالوا: لا بد أن نقترع فيما بيننا من أجل أن نخفف هذه الحمولة. فاقترعوا، فخرج سهم يونس عليه السلام لأنه لا بد أن يلقى في البحر، قالوا: عبد صالح، لا نفعل به ذلك. فأعادوا القرعة فخرج سهمه عليه السلام، فقالوا: عبد صالح، لا نفعل به ذلك. فلما أعادوها ثالثة علم عليه السلام أن أمراً قدره الله لا بد أن يكون، فشمر ثيابه وألقى بنفسه في البحر. يقول الله عز وجل: فساهم أي اقترع، فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. للمفسرين وجهان، قال بعضهم: فلولا أنه كان من المسبحين في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وقال بعضهم: فلولا أنه كان من المسبحين أي الذاكرين المصلين قبل نزول هذه المصيبة للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويؤيد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فنادى في الظلمات، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة البطن، وقال بعض المفسرين: ذلك الحوت الذي التقم يونس عليه السلام التقمه حوت أكبر منه، فصار في ظلمتين، في حوتين، مع ظلمة الليل وظلمة البحر، والله عز وجل أوحى إلى ذلك الحوت ألا تكسر له عظما ولا تنهش له لحما، فما هو لك برزق، ما عندك رزق في يونس عليه السلام. يقولون: ظن عليه السلام أنه قد مات، فحرك جوارحه في بطن الحوت فتحركت، فخر لله ساجدا
وقال: يا ربي عبدتك في موضع ما عبدك فيه أحد. هذا المكان ما سجد فيه أحد، سجد عليه الصلاة والسلام لربه جل جلاله في بطن الحوت، ثم سمع أصواتاً قال: يا ربي ما هذا؟ فأوحى الله إليه بأن هذا تسبيح الدواب والحصى في قاع البحر، فلهج عليه السلام بهذا الذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كم مكث في بطن الحوت؟ قال بعضهم: التقمه الحوت ضحا ولفظه عشية، وقيل بل مكث في بطنه ثلاثا، وقيل بل سبعا، وقيل أربعين، والله أعلم أي ذلك كان. يقول سبحانه: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. لما أكثر من هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة كما روى ابن جرير رحمه الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة: يا ربنا، صوت معروف من عبد معروف لا ندري أينه. قال الله عز وجل: ذاك عبدي يونس وهو بأرض غريبة. فقالت الملائكة: يا ربنا، عبدك يونس الذي كان يصعد إليك منه عمل صالح في كل يوم. قال الله عز وجل: بلى. قالت الملائكة: اللهم شفعنا فيه. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. لما كان يونس عليه السلام عبدا صالحا عرف الله في الرخاء، عرفه الله في الشدة وعرفته الملائكة. أما إنسان والعياذ بالله لا يسجد لله قط ولا يعرف لله حقا وما رفع يديه إلى الله يوما من الأيام، تنزل به شدة أو يحيط به كرب فيقول: يا رب يا رب. تقول الملائكة: يا ربنا، صوت منكر من عبد منكر، ما سمعناه قبل ذلك يقول يا رب. يونس عليه السلام استجاب الله دعاءه فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قال ابن عباس: نبذ بالعراء كالفرخ لا ريش له، يعني مثل ما يخرج الفرخ من بطن أمه منزوياً لا ريش له، ضعيفاً شخيطاً، هكذا يونس عليه السلام. يقول سبحانه: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وهي شجرة القرع. قالوا من خصائصها أن ورقها كثير ظليل في غاية النعومة، لا يقع عليه ذباب، ثم إن ثمرها وهو القرع يؤكل من أول طلوعه إلى آخره نيئاً ومطبوخاً ببزره، يؤكل كما هو. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، هذه من رحمة الله عز وجل بهذا النبي الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا أفضل من يونس ابن متى. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم العبد الصالح، لما أوى إلى بستان عتبة بن ربيعة في طريق عودته من الطائف، وقد دموا عقبيه وبلغ منه الجهد كل مبلغ، عتبة بن ربيعة عطفته الرحم على النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه أخوه شيبة، أرسل غلامهما عداساً بقطف من عنب، قال له: اذهب بهذا العنب إلى ذاك الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مد يده إلى الطعام وقال: بسم الله. فقال عداس: ما سمعت أحداً من أهل هذه البلاد يقول هذا الكلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال عليه الصلاة والسلام: قرية العبد الصالح يونس ابن متى. قال عداس: وما أدراك ما يونس ابن متى؟ قال: ذاك أخي نبي وأنا نبي. فأكب عداس يقبل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه، فقال شيبة لأخيه: أما محمد فقد أفسد عليك غلامك. يعني الآن خلاص من كلمتين الولد صار مسلم. أقول أيها الإخوة الكرام، الدرس العظيم الذي نستفيده من قصة يونس عليه السلام
أن المؤمن عبد الله في الشدة والرخاء والعسر واليسر، في السراء والضراء، في الصحة والسقم، في الغنى والفقر، على كل الأحوال حاله لا تتغير. أسأل الله أن يجعلنا من خير عباده الذاكرين الشاكرين.